الفصل السابع مسار المرض. أهم أشكال أدلة الإثبات بالنسبة لعمل المراجعة هو مسار المراجعة للعمليات المحاسبية. بلا شك أن تتبع مسار المراجعة في إنشاء تستخدم نظام محاسبي يدوي يكون سهل نسبيا، ويصبح الأمر أكثر صعوبة في ظل النظم المحاسبية التي تعتمد على المحاسب الإلكترونية التي غالبا ما تحتوي على مخاطر فائقة إلى تحريف مسار المراجعة في وظيفة هذه النظم. مخاطر تحريف مسار المراجعة: 1- فشل الأجهزة، 2- فشل البرامج، 3- مخاطر التغذية المتعمدة أو غير متعمدة لقاعدة البيانات الصحيحة. مخاطر تحريف مسار المراجعة مثل فشل الأجهزة، فشل البرامج، مخاطر التغذية المتعمدة أو غير متعمدة لقاعدة البيانات في بيانات صحيحة. مشاكل تتبع مسار المراجعة في النظم الإلكترونية: صعوبة متابعة ما يجري داخل قواعد البيانات من تغييرات متلاحقة بسبب تنفيذ عدد كبير من البرامج التطبيقية، الاتصال المتزامن والتحديث المستمر للسيستم. 2- عدم إمكان الاكتشاف الفوري للأخطاء وأعمال الغش وما ينتج عن ذلك من انتشار الأخطاء والتعديلات غير المشروعة، وذلك لكون السجلات غير مرئية وعدم إمكان الحصول على آثار مما قد يدفع مرتكب الأخطاء. 3- الصعوبة في اكتشاف ما يقوم به مرتكب الأعمال غش، خاصة عندما يتمكنون من تحقيق أعمالهم غير المشروعة بأعمال تحديث معوضة، بحيث تظهر السجلات في حالة توازن رغم وجود أعمال غير غش. مسار المراجع في النظم اليدوية يكون واضح ومرئيا، ويتيح للمراجع تتبع المعاملات المالية والمحاسبية بدءا بالمستند الأصلي ثم اليوميات وحسابات الأستاذ في التقارير النهائية أو بالعكس بدءا بالتقارير النهائية بغير القوائم المالية، ثم يعود حتى المستند الأصلي كما يتضح من الشكل التالي. ده شكل يبين تتبع مسار المراجعة في النظم اليدوية كما وضحنا، ولقد أصبح هذا المسار غامضا وغير مرئي في ظل النظم المبنية على الحاسبات بالنسبة للمستند الأصلي واليوميات وحسابات المستند. بالنسبة للمستند الأصلي، فإن مع ازدهار استخدام وسائل الإدخال المباشر للبيانات الأساسية دون إعداد نسخة مكتوبة من المستندات، يمكن أن يؤدي هذا إلى حذف الدليل المرئي للعمليات المحاسبية التي تم إدخالها في الحاسب المعين. ثانيا، بالنسبة لليوميات، فإن وظيفة تجميع المعاملات المالية في شكلها التقليدي أصبحت تتم داخل الحاسب، ولم يعد هناك حاجة إلى طبع قائمة بالعمليات المحاسبية مرتبة حسب طبع الخبز. ثالثا، بالنسبة لحسابات الأستاذ، فإنها يتم تخزينها في شكل مقروء للحاسب، ويتم داخل الحاسب أداء جميع وظائف حسابات الأستاذ كما هو في النظام اليدوي، فيما عدا أن لا يزودنا بسجل تاريخ الأنشطة التي تم داخل كل حساب من حسابات الأستاذ، ويتم تحديث أرصدة الحسابات الأخرى. وهذه الإجراءات التي تتم داخل الحاسب قد أدت إلى غموض مسار المال، فالحاسبات يمكنها إعداد وتحديث وحذف ودمج البيانات من السجلات دون أن تطلب مسار مرئي للتعديلات التي فإن مسار المراجعة التقليدي لا زال حيا وجيدا، إن مسار المراجعة موجود ولكن في شكل مقروء للحاسب فقط. مفهوم مسار المراجعة هو أسلوب يسمح للمراجع الحصول على أدلة الإثبات اللازمة لإبداء رأي بفن المحايد، وذلك من خلال تتبع المعاملات المالية التي تم في نظام إعداد المعاملات، إما بدءا بالمستندات الأصلية أو بالأفراد اللي بيبدأ عندهم إدخال إلى الحاسب، إلى أن ينتهي بالتقارير والقوائم المالية، أو بدءا بالتقارير النهائية رجوعا إلى المصادر الأصلية، وذلك لتأكد من صحة وجدية بيانات المدخلات وسلامة المعالجة ودقة المخرجات. ويمكن تقسيم مسار المراجعة في إلى نوعين أساسيين: أولهم المسار المادي للبيانات، والثاني مسار المراجعة. أولا، مسار المراجعة يتمثل هذا النوع من مسار البيانات ذاتها من خلال نظم إعداد البيانات أو نظام إعداد البيانات، سواء كان نظام يدوي أو إلكتروني.
النظام اليدوي يتمثل مسار البيانات في المستندات الأساسية واليوميات وسجلات الأستاذ والتقارير. أما في النظم الإلكترونية فتمثل مسار البيانات في كل من ملف البيانات إدارة النظام، والذي يمثل مسار التشغيل، وملف ملفات وقائع أعداء نظم إدارة قواعد البيانات Database Management System، والذي يمثل مسار العمليات المحاسبية. ثانيا، مسار المراجعة المنطقي، يتمثل هذا المسار في الأسلوب الفني الذي يستخدمه المراجع لتتبع مسار البيانات خلال النظام. مسار المراجعة في نظم معينة، احنا قلنا الكلام ده كده. أولا، مسار المراجعة في نظم التشغيل في مجموعات أو على دفعات، يكون نظام التشغيل في مجموعات على تجميع البيانات المرتبطة ببعضها في مجموعات وتشغيلها في نهاية فترة زمنية معينة أو عند بلوغ المجموعة حجم معين. يعتبر مسار المراجعة في ظل هذه النظم قريب الشبه إلى حد كبير من مسار المراجعة في ظل النظم اليدوية، ويمكن القول إن مسار المراجعة يتكون من قسمين. أو الأول، مسار المراجعة للبيانات الأصلية داخل الدفعة. الثاني، مسار المراجعة للتشغيل في الدفعة ذاتها. ويمكن في هذه الحالة دمج مسار المراجعة للبيانات الأصلية داخل مسار المراجعة للتشغيل. لتتبع مسار المراجعة في نظام التشغيل على الدفعات، نفترض إن هناك عمليات بيع على الحساب كما في الشكل التالي، ويمكن تحديد مسار المراجعة ومتابعته ابتداء من المستند الأصلي لعمليات البيع حتى تجميع الدفعة وذلك برقم الدفعة، ثم نتتبعها حتى إجمالي المبيعات التي تم تسجيلها في حساب المراجعة. ويمكن تتبع المبيعات أيضا عن طريق الدفعة حتى تقيد المبيعات في الملف التفصيلي لحسابات المالية. والإجراء العكسي في عملية التتبع من الخلف للأمام، يمكن أن يبدأ من حسابات المبيعات وحسابات حساب المدينين إلى تجميع الدفعة حتى المستندات الأصلية. الشكل ده بيبين الكلام اللي احنا قلناه جدا. مسار المراجعة في نظام التشغيل المباشر أو الفوري، بالنسبة لمسار المراجعة في هذا النظام يتم تطبيقه كجزء من النظم المقدمة للمراجعة، وذلك باعتبار إن نظام التشغيل المباشر أو الفوري نظام إدارة قواعد البيانات تعتبر نظم متقدمة لأداء المعلومات. ثالثا، مسار المراجعة في نظم المعلومات المتقدمة، يستخدم لفظ نظم المعلومات المتقدمة لوصف نظام إعداد المعلومات الضخمة التي تتميز باستخدام الهيئات الطرفية المتعددة في إطار شبكة متكاملة للاتصالات في ظل نظم إدارة قواعد البيانات. وسوف نقدم من خلال الشكل التالي وصفا مختصرا لنظام التشغيل في النظم المتقدمة، ثم نظم اتصالات البيانات، وأخيرا نظم إدارة قواعد البيانات ومسار المراجعة. ينظر إلى الشكل في الكتاب. شكرا. بالرجوع إلى الشكل، نجد أن هناك نوعين من السجلات مرتبطين بالنظام المتقدم، وهما مهمان بالنسبة للمراجع بصفة خاصة، لأنهما يمثلان المسار المادي للمراجعة ومسار البيانات الكذلك. النوع الأول، ملف إمكانيات إدارة النظام، يمثل هذا الملف مسار المراجعة للعمليات، وتقدم معظم نظم التشغيل الحديثة تسهيل إنشاء سجل شامل للأحداث التي تتم أثناء تنفيذ النظام، وذلك وظل مسار العمليات لفترة طويلة مهملا في الحقيقة من قبل المراجعين، وذلك لأنهم وجدوا أن طبيعة هذا المسار كان غير واضح، وكان يتطلب استخدام مهارة عالية من جانب المراجعين. النوع الثاني، ملف وقائع أداء نظام إدارة قاعدة البيانات، بيمثل هذا الملف مسار المراجعة المحاسبي، ويبين هذا المسار تأثير العمليات على مفردات عناصر البيانات داخل قاعدة البيانات. وطبعا هذا الملف مثابة اليوميات في النظم التقليدي، وبالتالي فإن هذا الملف يتيح للمراجع إمكانية تتبع الأحداث التاريخية وتأثير هذه الأحداث على أحصية الحسابات وفحص الأخطاء وتأثيرها على عناصر البيانات في قواعد. إنما متطلبات مسار المراجعة لا تختلف في النظم المتقدمة عنها في النظم التقليدي، حيث إن الهدف الرئيسي لمسار المراجعة هو إمكانية تتبع المعاملات التي تحدث من خلال نظام إدارة قواعد البيانات، وتأثير هذه المعاملات على أرصدة الحسابات
فنرى أنه من المنطقي أن تكون بعض أو كل مفردات البيانات التالية والتي تمثل متطلبات المنطقية المسار المراجعة موجودة في ملفات نظم إدارة قواعد البيانات. وأخيرا المتطلبات المنطقية لمسار المراجعة، ودي يجب أن تتوافر في نظم المعلومات المتقدمة مثل الرقم المميز للرسالة، الرقم المميز للمستخدم، الرقم المميز للنهاية الطرفية، رقم مميز لتحميل البرنامج، قيمة الصفحة، وقت وتاريخ العملية، الرصيد قبل التحديث والرصيد بعد التحديث، ورمز العملية. وهي الحقيقة مهمة جدا لتمكين أي شخص مهتم بتتبع مسار المراجعة في سلسلة. شكرا.